مساء الفل والهنا النهاردة حلقة أكل بقالنا زمان ما عملناش حلقة أكل وانتوا كمان طلبتوا حلقات أكل كتير بس احنا النهاردة بقى الأكل بتاعنا مختلف شوية لأنه من منطقة عزيزة جدا على قلوبنا كلنا وهو أكل العريش سينا الجميلة وأرض الفيروز والناس بقى كلها هناك فيروس فيروس فيروز فيروز, فيروز, فيروز كده كلهم فيروز هنتعرف على المطبخ العرايشي وهو الحقيقة جديدة عليا يعني أنا الحقيقة الحاجات اللي قدامي دي أول مرة أشوفها ما نشوف بقى هتجر رجلي ولا لا ضيفتي الجميلة الأمورة اللي قاعدة جنبي دي الست عواطف توفيق أو أم أيمن يا اختي قمر العرايشية دول ايه ده؟ انت اللي عسل والله ضحكتك حلوه وشكلك انت اللي قمر والله حبيبتي ربنا يخليك من زمان نفسي اجيلك والله ربنا يخليك احنا بنستناكي في العريش لما تيجي في التلفزيون نقعد نستناكي كلنا الحمد اهل سينا والله بيحبوكي كلهم وانا كمان بحبهم والله م... بيحبوكي م... جدا, جداً اهل سينا ونفسنا تيجي عندنا هناك عسينا. ح... عجيلك على العريش تيجي آه. وانا على فكره لابسه الدح ده الدح ده من من العريش برضه من العريش من اهل شغل سينة. ايديهم الجميل يعني احكي لي بقى بداتي قصه الاكل دي ازاي والله من زمان من 40 سنه أوه. اه فتحت مطعم واشتغلت فيه وابتديت اعمل اكلات سنويه لوحدك ولا الزوج كان موجود لا ولا... ما كانش معايا انا لوحدي اه ابتديت اشتغل لوحدي ابتديت يعني شويه شويه لما كبرت الدنيا يعني انت غاويه كنتي اكل في البيت أوه. فخدتي قرار انك تفتحي مطعم أفتح مسؤوليه برضه اه طبعا طيب اه عايز اسال وأنا انا شايفه ان ده كسكسي اه مفتول قولي مفتول مفتول اوكي نعمله بالدقيق مم. برش على نعديه بشويه زيت وشويه ميه وملح وبنقعد نفرك فيه لغايه ما ننزله من الغربال اه بعد ما ننزله من الغربال بنخله وبعدين بنحطه في الحله الكسكسي اه بنحطه على النار اه بنعبي ميه بنحط ليمون في الميه ونحط المصفة بتاعتها فوق اه وبندهنها زيت وبنسقط المفتول فيها آه. ونغطيها لغايه ما ايه تستوي تسمى مفتول علشان حركه اه عشان الحركه بتاعته آه. اللي بتتفتل فيه. اه اه اه, وال... آه. وبعدين سالقين اللحمه اه لوحديها اه بعد ما يخلص المفتول بندق له بصله بجرادة اه وبنفتحه بسمنه اه او زبده م. زي ما احنا عايزين م. وبنفتحه بعدين بنقلبه في حاجة كده بلاستيك أو م. أي حاجة م. وبنفتحه وبنغطيه. تطلع اللحمة بنحطه في الصينية زي ما أنتِ شايفة وبتبقى مستوية اللحمة بنحط عليه. بنعمل الصوص. اللي هو ده لازم يتاكل بيها يعني اه لازم هذا مع أو زبادي. اه ده زبادي أنا مش مش تومية. لا زبادي. زبادي طيب. وده البصل مع الحمص أوه. مع الطماطم. اه. طيب. إيه دي؟ دي لصيمة ايوه اللي عرايشي سنوية رايشي سينويه أوه. اكله سينويه بيحبوها كل سينا اه بيشوي على النار كله على النار اه يعني بولعوا نار هي ميزتها تكون على البحر اه بولعوا النار وبحطوا بيعجنوا العجينه وبحطوها ايه في النار بعد م. ما يطفوها شوي وبرموا عليها بالحطب بتاعها ايوه وبعدين بيطلعوها بينفضوها من الرمله اه وابتداوا بفتوها وبملوا السلطه بتاعتها طماطم وعجر وباذنجان مشوي طماطم وعدس عجر عجز العجز. يعني ايه عجر عجر هو إيه زي البطيخ الصغير و... ايه ده اه اول آه. مره اسمع بيشبوه وبحطوه آه بنقشره وبنحطه مع السلطه بتاعه اللصيمه آه. مع الطماطم مع الباذنجان طيب يبقى دي لصيمه وطحينه وطحينه اه بنحطها زي ما انت شايفاها آه. بنحط البصل وبنحط لها وبتبتدي بياكلوها بايدهم اه عشان بالاكل بالايد أوه. تبقى على البحر خطيره اشمعنا على البحر مش عارفه هي لها ميزه على البحر اه تبقى طعمها حلو طيب ازاي علاقتك بالسوق وانت كست من من 40 سنه حضرتك بتقولي يعني اه لي 40 سنه في السوق اه لقيتي مشاكل لقيتي عقبات لقيتي حاجه ولا لقيت عقبات شويه يعني مش كتير بس تخطيتها يعني الحمد لله اه انا تخطيتها وابتديت اشتغل و... ونجحت يعني زي ايه انه انت ست معظم العقبات عشان انت ست يعني لو كان راجل ما كانش هيشوف العقبات دي لا هيشوف طبعا بس هم يعني عقبات يعني شويه يعني مش كتير اه يعني ابتديت اشتغل يعني قولوا كيف ست يعني تطلع على اه كيف تطلع على تشتغل في مطعم كيف م. تطلع بالليل كيف م. تفتح م. اطلع بالليل الساعه 2 تطلعي اه انت بتشتغلي من اثنين صباحا ل 2 مساء ظهرا اه اه, آه, آه, آه بيجوا كل الناس عندي وبس ما, بف ما بتعشيش لا انا بروح خلاص آه بتغدي بس اه بغدي وبفطر اه وبحضر كل الاكلات اه اه بعمل في المطعم من الاكلات هذه بعمل فول بعمل طعميه مم بعمل حمص بتنجان مخلل مم بعمل حاجات كثير يعني مم واي حد بيطلب مني بيجوا بصير عندنا اعراس بصير افراح بصير اي حاجه بعمل لهم الاكل بعمل صواني اه اللي هو الفطير بنخبزه على الحطب مم. وبنعمل رز وبنحطه وبنحط اللحمه عليه مم. وبنسقيه بالشوربه اه هذا بيطلع بالعشر صواني بالعشرين ثانيه بالافراح مين بيساعدك؟ بنتي بتساعدني بس مرات ابني بتساعدني في البيت مم. لا يعني في الم... انت بتحضري الاكل في, في البيت. البيت اللي بيطلب في الـ آه. الاعراض في البيت بعمل. آه. اه اما في المطعم بعمل فول طعمية طبيخ يعني طبيخ صغير مش كتير ايوه يعني. مين بقى بيخدم على الناس ومين بيساعد في معايا عمال آه. عمال يعني بيخدموا معايا هاي وولادك آه. ايه بقى اولادك ربيتيهم ربيتهم الحمد لله وعلمتهم الحمد لله آه. الحمد لله وتعلموا وتجوزوا وخلفه الله فضل آه. عندي والد بس يا حبيبتي اه جده جميله <applause> اه 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 وشها نور زي ما قلت جده حاجه غريبه جميله <applause> اه طبعا اه لما يقول لي يا جده <applause> يعني اللي انا فهمته انه زوج حضرتك رب توفاه الله اه توف. فانت اللي شلتي الشيله شلتي كلها شلتي الشيله كلها اه ربيتهم وعلمتهم اه وجوزتهم الحمد لله <applause> ربنا لله. يقدرك وانا ما زلت صحتي بشتغل وبروح الحمد لله آه. ايه ده الحمد لله <applause> بيساعدوكي الولاد ولا اه لا بيساعدوني طب, طب كويس ايوه آه. كده كنت لا هزعل بساعد. منهم لو لا قلت بساعدوني لا بيساعدوني لا بيساعدوني حلوين حنونين علي طيب ندوق ده زيتون اني عاملاه شكله باين انه متخلي في البيت انا اللي عاملاه فارق من العادي مش هتاكلي هاكل معاك يلا كلي معايا هتغرفلك لك من ده الاول حبه صغيره ايوه اللصيمه كده شايفه انت الزيتون بتاعك كيف اه بالجزر بالليمون اهي حلوة دي؟ اه بس. أنا عارفة إنك تقولي بس. تسلم إيدك. فلفل عرايشي. حراق. لو النبي يا دي النيلة كمان. حراق فلفل عرايشي. ده أنا مريضة. لا سلامتك. حرام عليكي. <applause> طيب. سلامتك. في كسكسي بقى. وحتة لحمة ما غنم مش غنم آه، دي لا. عجالي اه عجالي أوكي. بس نظيفه يعني آه. اه كويس يعني نظيفه اذا كنت انت زي القمر قاعده مش عايزه خليك يا اكل يا تيجي رب. نظيفه يخليك ده انا اسعد واحده اليوم في الدنيا حبيت. انني معاكي والله ما غرفتيش <applause> خلاص انا كده بس طيب نشوف يا رب والنبي عشان اللصيمه حراقه اه اللصيمه حراقه جدا <applause> بس تدوقي انت منها حته يعني صغيره مش كتير اهو حته كده زيت زيتون والله العظيم لطيفه جدا اه زيت زيتون كمان اه على البحر بس في قتيل قتيل هنا فلفل. شطه أوه. بس حلوه قوي طعمها حلوه طيب الكسكسي قبل الصوص اوكي قلت له صوص ده مم. نفسه ها؟ اه اه هو هذا هو هذا هذه اكلات مشهوره عندنا في سينا بيعملوها بالافراح بيعملوها يوم الجمعه مثلا بيكونوا ملمومين بيعملوها اه هي شكلها بتاعت لما ايوه والنصيمة بتاعت لما اه تتاكلش لوحديها مم. يعني مثلا نفر اتنين يكون نفر اثنين لا يكونوا عشرين واحد قاعدين بياكلوا آه. وبيشوا وهذا بيشوا وهذا بيعمل مم. على البحر على الشط طيب طعمها خطير صراحة حلوة حلوة والله قوي وباللحمة حلوة المفتول حلو دي كمان اه خطيره بس زيت <applause> <applause> زيتون عرايش آه عرايشي ايوه اقعدي قولي لي زيت زيتون وهي فيها شطه مليان نار احوس بعدين بتتاكل بالايد يعني شهيه ما بيتاكلش معاها عيش لا هي فيه فيها هي عايش. فيها عجينتها ايه هي عجينتها فيها عيش اللي هي اللبه اسمها اللبه اه اه فظيعه طعمها حلو فظيعه وشهيه وقللت الادب لانها بتشد يعني بت اه بتشدك عايزه فيها من اخلاق الفسيخ اللي هو ما بتعرفيش تبطلي فسيخ اخلاقه كده ما بتعرفيش تبطلي زباينك بقى شكلهم ايه؟ يعني زبايني اللي اهل البلد اللي بيجوا من بره من هنا من هنا من اهل البلد مم. من مصر مم. القاهره يعني كلهم بيجوا عندي عشان أنا بقى لي زمان بيجوا عندي يعني قد ايه جداد وقد ايه مثلا زوار العريش بيعرفوكي بيجوا لك ولا آه بيجوني اه اهل البلد آه. بس آه. لا من برا آه. بيجوا من مصر آه. بيجوا من برا من الاردن بيجوا من من الامارات من هنا من الكويت من السعوديه شفتي مم. انا عاملاه بايدي والله اه ده تسلم ايديكي حاجه فظيعه لازم برضه عراق حرام عليكي محرق ولازم الزيتون يبقى هيك حلو قوي م. انا هاخد الطبق ده برنامج لو حد قرب له هتشوفه <applause> طيب اسعارك ايه بقى الرغيف مثلا الطعميه ببيعه بخمسه جنيه م. في سلطه وفي شطه وفي طحينه م. اه الرغيف البطاطس برضو بخمسه جنيه اه بحط له آه سلطه وطحينه وشطه مم. كله بخمسات يعني عندي رغيف الحمص بخمسه طيب افرضي ان احنا خمس تنفار مثلا رحت حاطه لنا ده بتقيسيه بالنفر ولا بال... لا بالنفر بقيس الطلب أوه. مثلا بعشرة أوه. يعني اسعاري يعني حزوة. دي دي كم نفر هذه بتطلع لها 10 تنفار ايوه طبعا عشان تاخد منيانه ن... حراقه اه <applause> حراقه <applause> يعني لو نفر نفر اصل في ناس ممكن تقوم بالصنيه دي اه بياكلوها مم. في ناس بتقوم فيها بتاكلها مم. مم. حلوة قوي الحقيقه آه. جذابه و... وبعدين تشوفي على البحر تبقى مم. شكلها حلو خالص وتبقى طعمها جميل تحسيش واضح انها شبه البحر في ال... البحر بيخلق نفس بيخلق أبطاء بيخلق آه شهيه تاكلي بتجوعي آه. بخليك تاكلي آه. بتزيد شهيتك على الاكل عليها آه. عايزه كل شويه تيجي تاكل ايوه ايوه م. يعني اللي رايح العريش يروح لام ايمن فاهمين؟ <applause> والنبي نورتيني الله،, الله عليك حبيبتي ده انا سعيده اسعد واحده في الدنيا يعني والله جوي. انا سعيده جدا والله, والله. والمره الجايه لما اشوفك قللي الشط عشان اعرف اكلها كلها انا هجيبك هند على العريش هاجيلك والله ان شاء الله اخدك على البحر واعملها أيوة. لك على البحر يا حبيبتي ربنا يخليكي عليها طحينه حطنا ايوه كمع. عليها طحينه وبصل احمر لا ليله كبيرة. فعلا شهيه جدا وزيت زيتون العرايشي آه. السيناوي حراميه تسرق الواحد اه زيت عرايشي آه. اللي هو بي... هو زيت الزيتون عندكم مختلف عن آه، الزيت بتاع التع... الزي ليه بقى؟ آه، عشان بقى على مية المطر اه اوكي ما حدش بيشربه يعني بيطلع على مية المطر يعني حضرتك دقتي زيت الزيتون اللي جاي من الشام ومن لا, لا. حاجه يعني تانية العرايشي زي آه. زي تاع فلسطين زي تاع الاردن اوكي تمام اه طيب هذول المناطق كلهم زي بعضيهم طب حلو قوي لانه آه. فعلا طعمه وبيختلف. ون... حلو قوي اه, آه بيختلف طعمه حلو اه في الزيت الزيتون اللي بيجي من بره آه. بيبقى مر أيوه. لكن هذا بتلاقيه ايه صافي ومفلتر وما فيهوش نسبة حمضان يعني كتير. اشتروا الزيت انا هنزل اجيب منه ده على طول لانه لطيف جدا ك... اختي انا هبعت حبيبتي اختي ده اسلامي أنا اسلامي يا جميلة حبيبة قلبي نورتيني يا رب يبارك لك يا رب ربنا يفتح عليك اللي أنا يا والله سعيدة جدا بحضوري معاكي والله حبيبتي والله نورتيني تاج على راسي ده حبيبتي. انا انا مش عارفة اعمل ايه ولا بيه. حاجة ما تحطيش شطة تاني <applause> <applause> نورتيني يا جميلة الله يخليك يا رب ربنا رب. بوجودك والله ربنا خليك يا رب أقسم بإسمها الله سبحانه وتعالى وتجلى جل شأنه على أرضها وتعطر رملها بخطوات أنبيائه عبرها الخليل إبراهيم وعاش فيها موسى وفي وديانها تلقى الألواح من ربه وعاش وتربى فيها يوسف وعبرها السيد المسيح وستنا مريم العذراء عليهم جميعا ازكى السلام. تراب سينا المعجون كرامات وبركه انبياء الله ومعجون كمان بارواح ودم ولاد مصر واجمل شبابها. ورد وطرح بين رملة صحاريها ودم ساقوا بيه شجره حريتها عشان نسقيها النهارده مياه تعميرها وتنميتها أرض الفيروز اللي ليها في قلب كل مصري مكان ومكانة خاصة جدا وليها خصوصيتها وتميزها كده في كل تفاصيلها بداية من موقعها كونها بوابة مصر الشرقية والجزء المصري الوحيد في الركن الآسيوي من العالم مرورا بطبيعتها الاستثنائية بصحريها وجبالها ووديانها وشواطئها وجوها ده غير تميز اهلها طبعا في طريقه تفاصيل حياتهم اليوميه، عاداتهم وتقاليدهم وازيائهم التراثيه وزراعتهم وصناعتهم وحرفهم التقليديه، كل التميز ده في اكبر واصغر التفاصيل خلق اكيد تميز كمان في المطبخ السيناوي. ولأن المطبخ دايماً مفتاح مهم جداً لفهم تراث وثقافة الشعوب وطبيعتهم وشكل حياتهم، كان المطبخ السيناوي عنوان حقيقي على أصالة وجمال وتاريخ أهل مصر السيناوية. إبداعهم بالإمكانيات المتاحة عشان يخرجوا بالتنوع الكبير واللذيذ ده من الأطباق، كان لازم له تأمل وتأمل جامد يعني. نتامل وندوق كده ونستطعم ما هو اصل كل حاجه في سينا حلوه يبقى اكيد اكلها الحلاوه كلها كده ولا ايه أستاذ محمد بطيبة. احنا عندنا مطعم. تمام. مطعم إيه؟ مطعم مشويات، ومطعم مندي مم. كل الـ كل الـ كل الأكل الشامي موجود عندنا. مم. الأكل الشامي. الشامي اللي كله. هو مقلوبة, مقلوبة وشوش برك و كله بدون السيستم. أه والله. توعدني؟ أوعدك، إن فينا بس. أنا هاجي، طبعًا. <applause> طيب، إيه إيه بقى المنيو اللي قدامنا ده الجميل ده؟ المنيو اللي قدامنا دي فخده جديان عشان الضني بيبقى تقيل فيها اه بندي بس بطريقه مختلفه م. عن اللي بتعمل في مصر وبتعمل في جزء من العريش عندنا أوه. اه اخده تتبيله يعني الفخده دي متتبله قبلها بيوم بحيث انها ايه تدبيلة ما تاكليش يعني لحمه مندي وخلاص لا يبقى فيها مزازه م. يبقى فيها تتبيله معينه كده تحس م. ان انت بتاكلي حاجه حاجه عمرهم م... ما يقولوا التتبيله ابدا <applause> يا لهوي <لكم>. طب <applause> ليه،, ليه انت بتقول غير مندي مصر فرق التتبيله بس فرقة التدبيلة طبعا مم. طيب فراخ فراخ مندي أه. محشيه محشيه طبعا بسله اه بسله بيضه مم. مع البصل بتاعها مستويه زبده ده رقاق ده بالفطير العراشي أه. اوكي مع يعني كله بيشتغل رضاق العادي اللي هو أوه. الخفيف أوه. ده ما بتطلعش ليه طعم تاني خالص أوه. مختلف عن اي اي بتعمل اه حتى المذاق بتاعه عالي طيب الطاجن فيه ايه؟ الطاجن ده كفته بتتبيله معينه كده بطحينه بيدخل الفرن كله ني في ني وبيتسبك بيبقى ليه طعم تاني خالص حكايه اه بس ده شبه برضه الشامي لان الشامي عندهم كفته بالطحينه اه اه اوكي ايه دي؟ ديت القدره ديت المفروض انها بتتعمل بل... بلحمه ورز إيه حمص الحاجات دي كلها بتبقى مكونات بس احنا عشان عندنا كميه رز كتيره أوه. انا عملتها بطريقه مختلفه خالص اه. عملتها بخضار أوه. إيه ليها طعم تاني ومذاق تاني وحتى الـ الـ السلطه الوحيده اللي تمشي معاها اللي هي الدقه ديت طبعا ده ده, ده توم و وخ... لا ما إيه؟ حطيتش توم إيه؟ ده ليمون ونسبه فلفل خفيفه بس بس اه غريب لا ما <applause> ده ليمون كتير قوي ده عصرين ايه كيلو لا 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 ودي سلطه اه دي سلطه دي سلطه, الخ... سلطة كده إيه معموله بالطحينه ليها مكونات كده ليها طعم تاني مذاق تاني خالص اه مختلف يعني طبعا ما انت لازم تقعد تقول ليها طعم تاني يعني لا حضرتك الج... شوفيها وانت هتعرف طيب بص بقى ناولني ربع كفتايه عشان بعيد عني ده ربنا يخليك يا رب هتعم. وياكلك من الجنه وجمالها لا لا احنا بنهزر بس بس شكرا والله عم. كريم قوي يا ساتر طيب وعندنا الفراخ هفتحها علشان تشوفوا البسله اللي هي بيضه دي اساعد حضرتك لو مش هتبوظلك اضاءتك لا لك لا, إضاء لا, لك. لا 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 طبعا اهي اهي آه. باينه آه. اهي بسله عاديه يعني اوكي وناخد حته صغنطوطه عايزة من سيده ولا حته تمشي معايا وخلاص حاكم الواحد ببوظها انا للعيال معلش اتفضل عارفه العيال بيبصوا عليا بقطع ايه عشان هيجوا يغتالوني كمان شويه طيب اخد شويه بسله بس طب البسله دي بتتحيق بحاجه بتختلط ببصل ببصلها خفيفه اه طيب وبعدين اخد شوية سلطة مش هتاكل؟ ما بتاكلش؟ لا هاكل طيب مالي هأجل <applause> ال الجدي والرقاق لا الرقاق ممكن اخد دلوقتي رقاق اهي اهي ايدينا ايه, ايه دي ايه يا استاذ محمد ايه <applause> في ايه ايه دي كده حته ايه دي يلا ربنا يسامحك معلش. بقى على عمايلك طيب هنبتدي بالرقاق عايز well, like, used... باللحمه مفرومه اه <applause> اه طبعا اللحمه <applause> المفرومه البلدي كل شغلنا بلدي على فكره آه. يعني عندك في البتاع ولا بتجيبها جاهزه لا عندي بتفرمها عندك اه عندي اوكي مختلف امم واثق أم. قوي بس عنده حق طب احكي لي المحل بتاعك فين بقى والزباين المحل المحل ده ده بتاعك. انت عامله برضه ولا ده جاهز؟ اه ده عامله مم. معمول مخصوص حتى ليه لبه العيش بتاع زمان آه. اللي كان بيتخبز في ال... فاكر؟ ايوه طبعا هتجربيه دلوقتي مع ديت هتبقى حكايه وانا لسه هجرب حاجه تانيه خرابي اه حضرتك لازم لما فضيها قدام حضرتك دلوقتي هتتبسط من ده ايوه ما انت مليت لي الطبق طب اعمل ايه وما بتاكلش معايا ماشي هنجيب طبق تاني هاتوا طبق تاني يا ولاد اوعى تكون حراقه لا 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 ما مختلفة فعلا مختلفة حاضر <applause> اعترفتهم اعترفت مين زباينك بقى؟ عامة انا ب... آه الحمد لله الفي اي بي بتاع البلد كلها والبلد كلها الحمد لله كلها زباين عندي واغلبيه المهرجانات بنسبه 90% اللي بتحصل في, الس... في العريش م. انا اللي ببقى مسؤول عنها من ضمنها كان منورنا بعض الفنانين منهم الاستاذ محمد منير طبعا اه, آه. ده طبعا انا اللي اشتغلت له بنفسي في اليوم ده مم. مم. وكان لسه عندنا حفله مم. من يومين برضه كنت انا اللي شغال فيها واغلبيه المهرجانات الكبيره اغلبيه الافراح الكبيره انا انا المسؤول عنها في ما البلد. شاء الله لا واضح ان انت يعني بتروق الزبون الحمد لله طيب ورينا بقى القدره عقبال ما اكل حته رواق ثانيه خليك معايا للاخر. باميه وايه؟ باميه والتتبيله بتاعتها والتتبيله بتاعتها ده كله بيدخل ني في ني جوه جوه دا ده كله بيدخل بالبصل بال بصل بسيط مم. و التسبيكه شكلها ايوه مدمر لا صلصه بقى صلصه 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 خليك رحيم بيا اخف الصلصه لا حط صلصه عشان ده بس بس خلاص طب ماشي نجيب حته لحمه يا دنيل معلش <applause> اه حته لحمه معلش <applause> آه طيب ماشي ماشي اه يا ايه على فكرة العيال في البرنامج هنا بيعدوا عليها الأكل ليه كده بس؟ هيقول لك خدت حتة لحمة كبيرة أمال إحنا لا لا في خير ايه؟ ربنا موجود طيب استنوا بقى منظر ابن لذينة فظيع أنت لو خدت سنة و... من ده بامية مهرية ما يتحطش عليها ليمون بقى اه اهي لا خدي سنة صغيرة من دي و... وخدي ال طب استنى اما ادوقها من غير الاول ماشي اهو سبت لكم حتة اللحمة باكل حتة صغيرة اعوذ بالله يموتوني انا عارف <applause> لا الف السلام عليك الواحد بقى ربنا يحفظك يا عيالي مينة. هعمل ايه مم. 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 ايه مختلفه تمام طيب. وعايزني اقول مختلفه فظيعه بالهنا والشفا القدرة بتدي طعم مختلف؟ طبعا وعلى فكرة القدرة مختلفة من بين القدرة اللي, اللي, الناس بتشتغل بيها البيضة للقدرة السوداء يعني ايه؟ اهي نقطة نقطة ايوه اه. القدرة البيضة ديت ما بيبقاش فيها نسمات اه اساس القدرة لازم يبقى اللي فيها النسمات اللي هي السوداء ديت اللي بتتعمل اللي كانوا زمان الفلاحين بيعملوها اه اللي هي اساس الاساس اللي هي بتمص النسمات بتاعه الحاجه اه بتصفي اي حاجه في ال... في ال... اما القدر البيضه اللي هي بيشتغلوا بيها مثلا امثال تركيا والحتت دي ومصر والحاجات دي هتلاقيها مقفوله كده هتنفذ مش دي. مطه يعني فما فيش ما فيش اللي... اما القدر الصودي دي اساس الادرة فبتمص كل حاجه حراريه فيها بتخليها دايما مولعه نار يعني طيب دلوقتي لو انت عملت الصنف ده في البرام يختلف؟ بيختلف بختلف طبعا ليه؟ دي مقفوله ديت ده كله بتكون بتلم فيها مم. بتجمع فيها وبتقفل ومع نفسها مم. على الحطب مم. دي مش مم معموله على الحطب جت هنا بس ايه يا دوبك اتحطت على البوتاجاز عشان ترجع نفس النمط بتاعها هو هو أوه. بس ما طولتش 10 دقائق بس لان السخنيه فضلت محتفظه بيها لحد دلوقتي عشان القدره السوداء ايه تاني اللي ممكن يعني النوع ده من الاكل اللي هو يتعمل على الحطب وجوه قدره اجراءات إيه الفراخ تتعمل اللحمه بالبصل تتعمل اللحمه بالرز والحمص والحاجات دي والبصل تتعمل وتدخل وتطلع ولها طعم حكايه برضه بس انا عشان كان عندنا بندين رز فانا حبيت اعمل حاجه مختلفه عن عن اللي موجود أوه. موجود طب ما تفتح هنا؟ آه سوق العريش القاهرة آه يعني؟ القاهرة والله بفكر وان شاء الله قريب بس عندنا في انفتاحها في الشغل الجامد خالص جايه الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب وفي آه يعني في غرف هتتعمل وفي حاجات آه ان شاء الله مم. اليومين الجايين فطبعا مش هتعرف آه وانا من النوع اللي بشتغل بايدي في كل حاجه أوه. يعني يعني انت مطعم واحد لينا فرع تاني بس انا الفرع اللي انا ماسكه بتاعنا اللي هو مشويات محمد بطبط ده أنا اللي مسؤول عنه أوه. من الالف من الألف ل... لنهاية اه مسؤول نهائي يعني بحب أمضي على كل حاجه بنفسي بحب اعمل كل حاجه بنفسي عشان تطلع الجوده واحده واولادك موجودين او أوه. أوه. يعني بيساعدوك بيساعدونا حلو كده حلو نورتني جدا جدا يا استاذ محمد شرف لي ان انا ان انا كنت مع حضرتك ربنا و... ربنا يخليك و... ويعمر يا رب ويكرمك ويفتح عليك و ونتمنى تنورنا في العريش <applause> ان شاء الله واضح ان انا لازم احنا... اعمل كده وهنبقى سعداء ربنا يخليك يا استاذ محمد نورتني الله <applause> يخليك حاجة جيهان عليان ازاي؟ الحمد لله يا الكل انتي عم ايه ده؟ ده عجر يعني ايه عجر؟ عجر العريش تعمل منه اللصيمة يتعمل منه سلطة اه يتعمل منه مخلل ده حادق ولا حلو؟ لا ده حادق بس من عيلة البطيخ <applause> هو هو حجر مش عيلة مفيش عيلة بطيخ هو من أهل العريش ايوه البطيخ يعني بتاعنا من أسرة البطيخ يعني ايه؟ البطيخ بتاعنا بتاع العريش اه بس هو في بطيخ وفي عجر دقاق يتعمل منه لصيمة ويتعمل منه سلطة بنتجان ويتعمل منه لو عايزة تخلي ليه خايفة افتحها <applause> معرفش جامدة صح؟ <applause> جامدة اه محتاجة ستين تشو بتعمل تتعمل لصيمة تشو تتعمل سلطة عايزة تحط عليها طحينة عايزة تحط عليها أي حاجة أنت براحتك بقى يا حلاوة اه طيب قولي لي بقى يا ستي دي مجدرة <applause> أيوة أنت أصلاً موظفة أوه. وبعدين بتخلصي شغلك ثلاثة تمام بتبتدي في البيت تشتغلي ولا في محل؟ في البيت في البيت اه وتشتغلي ولا بتخدمي على اصحابك كده وقرايبك بس وخلاص كده؟ اللي بيطلب مني على طول انا بعمل لهم عايزين كذا بحضرها بيجي ياخدوها ومشهورة؟ اه الحمد لله طب الحمد لله يعني اقصى عدد ممكن تاكليه في المرة قد ايه؟ كام نفر؟ يعني قد يمكن 30 نفر اكتر كمان تمام وافراح بتعملي وحاجات و... من وكل حاجه ما شاء الله كل حاجه طيب دي مجدره دي مجدره شفتي انا ذكيه ازاي انا طيب. عندي بنت ايه دي دي مقلوبه دي مقلوبه مقلوبه ب... بالايه بالكبده ولا بالكبده وعلى سوداني مكسرات اه طيب وهل فيها من جوه حاجه بطاطس فراخ في بطاطس وفي بنتجان وطماطم وفلفل كل ده جوه المقلوبه اه ايه ده إيه؟ طيب ده ايه؟ مسقعه باللحمه المفرومه من لحمه مفرومه وفلفل مختلفه عن بتاعه القاهره مختلف ولا اه طبعا ليه؟ ايه اللي ايه اللي, إيه اللي خلاها مختلفه؟ يعني هنا مختلفه اللي ما بتعرفوش هنا ما بتعملش مسقعه باللحمه المفرومه أوه. احنا اهل العريش مشهورين بيها اه يا سلام اه طيب دي فراخ عاديه دي فراخ طب ومحشي ورق عنب اه ده ده مخلل ده مخلل ليمون اللي بعده ايه بقى؟ زيتون بفلفل شطه اه ده انت ده مفتريه في المخللات يظهر انا انا مدمنه مخللات اه وبتنجان وبابا غنوج دي ولا لا دي سلطه شبت اه شبت أوكي. اخضر بطحينه وفلفل اخضر بس اه وده ايه ده ده مش عرايشي مش عرايشي مش عرايشي يعني ايه مش عرايشي مش عرايشي دوبي ما تضايقنيش بقى يعني ايه مش عرايشي لو ايه بالفطير ده ايه ده ده خيار ده ولا ده لا ده فلفل يا خرابي حراقه صح يعني كده كده هو ايه اللي حراقه يعني, يعني كده وكده مش ده بين الواحد يدب الشوكه يولع بس إيه حلو دوجي حدوجو حاضر ايوه ده اهو ايوه اهو تحكي بضحك إيه ده ده يعني بتضحكي؟ بضحك يا انت زي العسل اصلا ربنا يخليك يعني عديتك عسل كنت عسل دلوقتي لا. أنا شطه لا لا مش شطه عسل طيب وده دي جلة قلة العريش اه ايه دي بقى؟ دي قله تشرب فيها ميه دوق الميه بتاعتها الواحد <applause> هعمل فضايح ايه <applause> ليه هوي فيها شطه القله؟ لا فيها شطه <applause> طبعا مش هعمل الحركات بتاعه السيد اللي هي من بعيد دي انا مش هعمل. يعني ايه الميه مختلفه الميه بتسقع فيها أيوة. مية بتسقع فيها بس طعمها مش زي الازايز والحاجات دي خالص طعمها ميه بير. ميه اصلي كده زي ما يعني ايه أصلي اللي هي كنا بنشربها زمان أيوة. قبل المعدنيه والكلام ده قولي تحبنا اه ايوه طيب بص مضطره خليكي قاعده انا لا انا عشان انت مش هتاكلي معايا لا ليه عايزاكي تاكلي انت بتعملي فيا العمله وما اكلتي انت انا اكلت اه اه ماشي اهو اوكي انا المجدره عارفاها ايوه بس ايه والمحشي ممكن ادوقه سنخليني اجرب المسقعه بالعيش الرهيب بتاعكو ده برضو ده انت عاملاه انا بعمله على الصاج على الحطب كلكم بتعملوا العيش في البيت ها اه انا بعمله على الحطب اه يعني مفيش محلات عيش لا في محلات بس ما بنعملش في المحلات اه يعني احنا نعمل في البيت أوه. على ايدينا احنا بعمل الجرسه بتاعت الرصيمه برضو على الحطب اه بتاعت الرصيمه بعملها على الحطب بعجنها ولا حطب واعملها على الحطب دلوقتي اسرع لك تطبخي على الحطب ولا على النار بتاعت البوتجاز انا عادة. بطبخ على البوتجاز بس العيش او جرسه او شوي بعجر او بنتجان او كوز اشويه على الحطب دي قالت 10 اصناف ده أشوي على الحطب يعني ايه؟ استنوا يا رب والنبي ما تطلع حرق لا مش حرق انا منهاره اهو مش عارف مختلفة بس حلوة ايه ديش لحمة مفرومة وبتنجان محمر ايه محمر لها بجلي بسبك اللحمة بعد سبك اللحمة بجلي بنتجان والفلفل لوحديه بسبك اللحمة لوحديها بحط الحلة وبعمل بصلة بعد كده بحط الصلصه بتاعتها بعد كده اسبك اللحمه تاني في الصلصه مم. بعد كده اسبكها في الصينيه زي كده وارص بقى البنتيجان والفلفل وزي كده عايزه احطها في الفرن بحطها عايزه اعملها كده بعملها على على ال... لطيفه جدا السلاح اهو واحده صغيره دي على مرقه ايه؟ ايه؟ مرقه ايه أو يا اخي اكلهم حلو بس مختلف بجد ايه اللي مختلف ايه المختلف ده إيه ورق العنب نقطعه من الشجره في زرع واحد زرع ورق شجره ورق عنب فطبعا في السوق مش هتلاقي البرطمانات في في برطمانات اللي هو اللي مغلف ده لا ما بنجيبهوش ده احنا بنجيب من الشجره واحده بتبيعه بناخد منه بنسلقه وبنعمل ورق عنب طيب دلوقتي كان في واحد طالع في التيك توك طبعا. بيقول ما تسلقوش ورق العنب تغسلوه وتلفوه وتحطوه ما تسلقوهوش ما تسلقوهوش تغسليه وتلفيه وتحطيه في علبه حافظه تحطيه في الفريزر ساعه ما تطلعيه يفك يتسلق يبقى زي الملبن في ايدك لا بيقول ما تغسليه وتلفيه هو ني اه لا وتطبخيه هو لو عايز يتخزن هيتخزن ني اه ما انا عارفه دي آه ما بنطبخش ني لا <تكليل> الراجل <جناشة> انا برضو وربجاناي. استغربت قلت اول مره اشوف واحد بيقول كده لا هتاكليه ني انا ما بكون مستوي ايوه يعني انت لما تسقيه شوربه مش هيستوي برضو مش هيستوي يعني برضو الورقه بتاعته خشنه اه مش هتستاهل هتاكليها ني غريبه قوي انا لا وقفت عند الراجل واي حد يقول تسل. اي حاجه كده في البتاع ده التيك توك لا طيب ايه بقى الحمسيس ده الحمصيس انا ما لقيتوش كنت لسه لاقيه عشان أدوره اه بس ان شاء الله ايه هو؟ ايه هو؟ هو اللهم صل على سيدنا محمد علي ده السلام. هو عدس اسمر زي ده, ده اه عدس بس اللي هو اللي اتحط عليه اعشاب إيه خضراء بتتزرع في الارض اه عامله زي ورقه البقدونس شفت ورقه البقدونس؟ اه زيها اه ده بتسلق العدس لحال وده لحال اه وده بيشترك ده بحطه في المصفايه اصفيه احط اللي اصفيه على العدس اه اصفيه على العدس خلاص واحط له بقى الكمون والليمون بقى عايز احطه في طباق بعمل له تجليه طبعا عايزه بصله عايزه تومة بحط له بتجلي على ال... بحط على الطبق آه. كل طبق بحط عليه معلقه تجليه ده الحمصصي وكلي بقى حمصصي طيب عايزه اسالك سؤال مم. دلوقتي انتوا العريش اكلها صنف لوحده يعني قطاع لوحده كده المجدره المقلوبه آه. الـ اسمها ايه اللي بالرز الثانيه المكبوس لا الكبسه, الكبسة آه. وهكذا هل انتوا ما بتاكلوش خضار ورز زينا والحاجات دي يعني ولا دايما كده بس لا بناكل كده بنطبخ بسله بنطبخ بطاطس كوسه بنطبخ اه بنطبخ وناكل بس دي مناطق التميز بقى اللي دي, هي... دي عندنا عضلاتكم تطلع فيها بقى آه. دي آه. عندنا <applause> طيب احكي لي بقى الشاي ذوقك الشاي. الشاي بقى بتاعنا اتحمست قوي ده يظهر شاي ده ذوقك الشاي ايوه انا ما كترت أنا السكر علمنا. سكر خفيف اه تسلم ايدين تسلم ايديك يا رب طب حطي لنفسك, لنفسك شاي ما كلتيش ايه هو ده لا انا شربت بره وقفيت وشربت قهوه انا ما كترت السكر ده بالمرمريه هو كل حاجه عامله كده ليه م. حلو قوي انت اللي عارفه بالمرمريه يعني بال... شاي عادي اه بتغلي وبخ... عادي يعني بغلي الميه اه وبعد ما تغلي الميه بحط الشاي بحط السكر حسب أوه. ما عايزاه خفيف عايزاه سكر وبعد كده احط هرجي مرمريه مختلف برضو يعني في فيه خصوصيه شديده يعني ده زي القهوه العربي م. شفت القهوه العربي اللي بتشرب من دون سكر اه دي هو زيها نعمل نكترش سكر القهوه العربي تتاكل على تمر مثلا اغليت غليت بكره قهوه جنبي طبق تمر طب انتوا هل طبخكم بيتخن اه ولا, م... ولا حسب بقى اللي هو بيتخن اه, بس حسب الجسم في الجسم بيضل واقف على كده وفي اللي بيسخن لا يعني في مطابخ يعني الواحد لما يشوف مثلا الاكل الصيني والناس رفيعة هناك مع انه كله ديب فراي كله مقلي مقلي غويته و... يعني ويقول لك لا احنا اكلنا بيتخن يعني ايه مش فاهمه لا اكلنا بيتخن اه انا حاسه ان مثلا المقلوبه دي يعني مقلوبه اهي بس ما ما معرفش ما اعرفش ليه لا الرز بيتخن ليه الرز بيتخن الرز بيتخن مش للدرجه دي يعني لا بيتخن ايه ده ورايا العنب بيتخن والمقلوبه بتخ طيب طيب خلاص عرفنا انه بيتخن لكن لما تعملي جنبه المخللات دي كلها أوه. ما يتخنش ده بانتجان عرايشي انا بسلقه وبعمله بدقه ده طب ده, 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 ده ايه انت طيب عشان انا ب انا حاضر. حياتي صعبه شويه حاضر بص اتحمست قوي هتاكل بقى ال... حلو؟ اه حراق اه حراق طب الحمد لله اللي قلت لها ايه حراق ما بتاكلش غير كده اه ليه ميالين ميالين قوي ان تحطوا شطه كتير في الأكل. ايوه احنا متعودين على ال... في م... في ما بحبوا شطه وفي ما بحبوش احنا متعودين على اي حاجه شطة طيب عايزه اسالك حاجه هل الجو في العريش بيخليكي تغيري نوع الاكل؟ يعني في حاجات تتاكل شتوي وحاجات صيفي؟ العدس الاصفر اه ما يتاكلش الا في الشتاء اه في بصارة البصارة بتتكلش الا في الشتاء اه لكن اغلب اغلب الاكلات تتكل عادي بس أوه. في اكلات تتاكل اللي هو الكشري الاصفر العدس الاصفر اللهم صل على اللي سيدنا محمد ثلج بصارة ده في الشتاء بتعملوا شوربة العدس وفتة العدس الاصفر؟ نعمل فتة العدس بايه؟ نعملها بالعيش ايوه ما وخلوا توم ولا؟ اه على طبق جنبيه بنعمل ده جنبيه برضه مره ابو خلوني اعمل لكم فتت عدس النبي فتحت نفسي مع اني ما قدرتش يلا إنتي نورتيني <applause> الله يخليك يا ست الكل وانت <applause> نورتينا ومتشكره لك جدا ومتشكره لكم كلكم على المشوار اللي, <applause> اللي تعبتوا فيه <applause> ده وانتوا جايين شرف كبير والله اني انا شفتك وانت على دماغنا والله حبيبتي الله يخليك انت, والله انت اللي على دماغك الله يخليك نورتيني يا حاجه الله يخليك يا ست الكل سميرة صالح ازاي ايه حضرتك بكالوريوس ثروه سمكيه؟ ان شاء الله دي كانت دي كليه ايه؟ زراعه زراعه ازاي ازاي التحويله دي انك درستي وفي الجامعه وخلصتي وكليه زراعه وثروه سمكيه وانت في العريش وبحر وكده أو أو وبعدين رحتي عامله ايه بقى؟ انا خدت دبلوم زراعه ومن الدبلوم خلصت معهد كفاءه انتاجيه اربع سنين آه. متوظفه في الثروه السمكيه وبرضه في البيت بشتغل تطريز مم. توب حضرتك ده انا بعمل زيه بعمل جميع حاجات التطريز الشالات اه شالات عامله توبك آه. لا ده كمبيوتر آه. بس أوكي. انا آه بشتغل يدوي آه. آه زي التوب حضرتك بعمل بعمل آه. عبايات خروج بعمل سكارفات شالات شنط كل ده موجود عندي الله؟ آه, ب... آه يعني موظفة وأضيف يعني شغل تاني آه برضو الأكلات دي في العائلة بس آه إنني يعني لو احتاجت العيلة عقيقة أساعدهم آه لو في عزومة كبيرة أعمل برضو في البيت م. لا يعني ما بتشتغليش بشكل تجاري لا لا يعني م. هواية بس آه هواية عندي هواية حرام عليك يعني تحرمي الناس ليه طيب من ال... لا ما بحرمش الناس لو حد أصدني بعمل آه. مش اي مشاكل حد عنده عقيقة وعايز اساعده بعمل لو آه. في عزومه كبيره عندنا احنا طبعا عادات وتقاليد في رمضان عمي كبير العائله كان موجود رحمه الله عليه كان لما بيعمل عزومه كبيره انا اللي بقوم بيها معظمها انا اللي بقوم بالعزومه دي لو عايز كبسه انا اقوم بيها لو عايز الفت واللحمه آه والجريش بنعمل عليه برضو. الجريش آه القمح اه وبنحطه على الفته وإحنا مشهورين بالأكلة دي خاصة على فكرة بئر العبد مركز بئر العبد بتحطوا القمح على الفتة؟ اه بنطبخه في الشوربة ونروح حاطينه على العيش الفطير ده فاتينه وحطينه عليه وحاطينه عليه اللحمة عليه، دي الأكلة الأساسية عندنا وفي خل وتوم ولا ما فيش؟ آه لا لو حد الفتة؟ عايز بنعمل لا بس إحنا لا إحنا <applause> محدش <applause> الفتة آه. عندكم مش عندنا شبهنا عندنا الفته شوربة ولحمة سليق ونعمل عليها الجريش ده في الشوربة على الرقاق الفتة دي الأكلة المفضلة في مركز بئر العبد في العزايم وفي المناسبات طيب بصي بقى دلوقتي الصنفين دول صنف واحد ده ايه؟ دي كبسه كبسه شب... انا قلت عليها مقلوبه الاول أنا لا شبه لا لا المقلوبه اه لا لا بس اختلف ايه بقى الاختلاف؟ الاختلاف في المقلوبه بنعملها بالرز البلدي اللي هو المصري الصغير المصر اه اه الكبسه بنعملها بالبسمتي ده بسمتي دي الرز قد كده اه ما هي عشان معموله من بالليل <applause> لازم تعملي يعني هي لو اتعملت من كام ساعه الرزه آه بتطول لا لو خدت وقت كل ما تاخد وقت كل ما تطول <تصفيق> 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 يعني لو صبرت عليها ساعتين حتى كده سباجتتي. اه اه, آه. ف انا بس عايزه اقول لكم انه اهلنا النهارده اللي جايين من العريش كلهم ضيوفنا وعلى راسنا الله يخليكي طالعين يا حبايبي من امبارح يعني بقالهم 11 ساعه مسافرين عشان يشرفونا وينورونا في البرنامج فاحنا يعني مبدئيا بنتشكر جدا على المجهود ده واحنا سعداء منورين بيكوا نور الدنيا الله يخليك كلها الله يخليكي يا رب واحنا سعداء ان احنا موجودين معاكم في الاستديو وانا قلت لك انا بحبك مياه مسلسل بكيزه وزغلول ربنا يبارك لك اتمنى ان انا اشوفك وسبحان الله ربنا اراد وانا عامله العمليه قلت لا همشي يا حبيبتي سلامتك الف سلامه الف سلامه فعايزين نضيفك بالقهوه بتاعتنا بقى آه, اه قولي لي آه ايه القهوه دي شوربه ايه دي فاكهه شهيه اه فلفل عرايشي برضو دي ان اساسي وليمون ونحط عليها الشوربه اه ده دي اساسيه دقه من حراقه اللي... اه عشان كده بقول لك ماشي مش خلاص آه <applause> كاني <applause> ما احنا مشهورين العريش مشهوره بالفلفل العرايش اه في جميع اكلاتنا لازم طيب يبقى انا دلوقتي دي استنى ده ايه دي لبن رايب اسمها سمنيه اللبن الرايب بالسمن البلدي بس بس آه. والعيش الصاي العيش ده اه رقع. بيتغمس بيها هو ده بيتعمل بنفت... حتة؟ اه بنفتها اتفضلي تسلم إيديك وعينيك يا رب آه انت... بنعمله على الصاي بنخبزه يعني انتوا بتعملوا الرقاق من ده؟ اه اه وبنعمل فته منه وفته اللحمه برضه منه من الرقاق يا اختي امال احنا ما بنشوفش الحاجات دي هنا ليه؟ لا احنا لو انتوا عايزين احنا يا دي كنا عايزين. <applause> نعمل طيب. لكم اللي انتوا عايزينه بصي هغرف من دي انا قلتي لي انت حاجه لطيفه ما مش كل الناس بت يعني بتوافق عليها بس انت قلتي لي ان يعني ما بتحبيش الضاني زي انا ماليش ما اقدرش على الضاني ايوه انا انا قلت لك عشان عارفه ان انتوا بتحبوش الضاني احنا عملنا لكم اللحمة العجالي الله والخلطه انت بتحبي الضاني باكله اه بس أوه. برضه عشان عندي الضغط بحب اللحمه بالظبط شفتي بقى وربنا كل مش احترامنا للي بيحبوا الضاني عشان محدش يقول بتنمر على الضان لا هو البدو بيحب الضان عندنا بيحب الضان خالص طيب آه ماشي اغرف من دي أغ... اغطس لجوه عشان السمنه لو بتاكليها عادي ما بتاكليهاش زيحة شويه كده لا باكل السمنه ده. طبعا بس آه. ايه استني دي بقى هي بقى الاكله اللي احنا مشهورين بيها آه. في فصل الربيع الغنم بتبدا آه يعني تعمل الحليب ونروح آه عاملين منها نخضينه ونفتها وبيحبوها وبتمشي معاها البصل الاخضر بس ما فيش حاليا بصل ايوه أخضر. بس دي فيها عجينه دي فيها العيش ده العيش ده اه ما انا قلت لك العيش ده اه انا السمنه ولا يهمني يلا بالهنا والشفا مش عايزه تاكلي اغرف لك لا 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 انا هغرف هتاكلي ايه اهو انا هاخد من دي وخلاص لان طيب انا يعني. ليه وخلاص طيب ليه من دي وخلاص يعني طيب انا هاكل والمكسرات بقى حلوه دلوقتي اللبن الرايب بتجيبيه جاهز ولا بتعمليه بنفسك؟ انا بعمله في البيت بنفسي بجيب اللبن أوه. وبروبه و و ده واخبز ده والسمنه انا اللي عاملها اعملها على ايدي على النار واحط عليها كركم واحط عليها حبهان مستكه ومرمريه اوكي طيب مر مر مر, 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 مر مرمريه 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 على الشاي واه اوكي معلش اختك لا لا ولا يهمك مرمريه اختك ضايعه لا سلام تكون اهو الرز الاسباجيتي <applause> <applause> مصر على سباجيتي طويل اهو طويل عندكم هنا نعمل لكم ايه انا جايبها صغير <تصفيق> <تصفيق> ايه ده؟, ده طعم جدا طعمه قوي اللي... بالهنا وشي الكبسه طيب دي خدي لحمه خدي لحمه حلوه اهي ما انا اقطع حته والزبيب وانا بحب الزبيب في الاكل قوي مكسرات اه اهم حاجه عندنا فيها التزويق المكسرات وفيها لوز خلي بالك اه ركزي يعني مع اللوز دلوقتي لما تقولي لي عقيقه بتاع كل مناسبه ليها اكل يعني انا ان اكل الجنازه غير اكل الفرح. طبعا. طب ايه ايه طقوس اكل الجنازه بس عشان اه احنا عندنا آه القبيله البياضيه عامه في الجنازه ممنوع اكل اللحوم. يا والله ممنوع عشان طبعا آه عمي سن السنه دي كان كبير هو قبيله البياضيه مم. عشان خاطر ظروف الناس في عائلات فقيره مش قادره وعايزه تشارك. لا. وظروفها صعبة، فقال لك لا كل الناس تبقى سواسية. يعني كل الأكل آه، يقل... شعبي. يقل... آه يقل... كل الناس تقدر عليها. مم. يبقى شعبي. أما الوليمة اللي هي الأفراح أو البتاع بتصير لحمة. و... وحاليا يعني الناس اتطورت صار يجيبوا بقى اللي... يعني أكل الجنازة أوكي ما فيهوش لحمة. آه بيبقى إيه؟ بيبقى عبارة عن طبيخ عدس. مم. بسلة خضار بدون لحمة. حاجة يمكن تعرفوها عاد فول على بامية. بيصارة أكل أكلات شعبية فول على بامية يعني إيه؟ البامية العادية والفول نحن بنعملها أكلة مم. اسمها مركبة فول على بامية عدس ملوخية مم. بس كلها خالية اللي هي من اللحوم. كل البيوت قادرة على أنها تعملها. آه تعملها فتساهم بيها وتساهم بيها آه لأن ده عايز يقدم واجب ده عايز يقدم واجب وفي ناس حالتها حلوة وناس حالتها ظروفها صعبة آه. فقال لك لا إحنا إيه نعمم الكل ما فيش لحمة ولا في أي نوع من اللحوم طيب معلش الـ الـ بتقدم الـ الاكل ده بيتقدم بعد الجنازه لما يروحوا امتى؟ حسب ما لو الناس دفنوا وصلوا الظهر ودفنوا يروح المعد يلاقوا الاكل جاهز لهم. الرجاله والحريم نفس الكلام. يكون الناس مستعدين وجاهزين. مم. لمده ثلاث ايام. بعد كده خلاص. لا هنا بقيت بقت مره. لا لا احنا لغايه دلوقتي ثلاث ايام ياكلوا اهل الميت ثلاث ايام. امم واهل الميت ما يطبخوش. لا لا. مم. طيب البتاعه دي مش محترمه <applause> قليله الادب <applause> قليله الادب ومش متربيه طيب قولي لي بقى عشان تقعدي تحكي لي كلام كتير وانا اكل فهمت؟ ولا انا أكل. لقيمه برضه ماشي <applause> حرقتي الاكل امتى وفي مناسبه مهمه اوبا وصلت لك ازاي دي مم. قولي كان عمي يعني دايما لما يجي يجي ناس أو ضيوف يعني عزيزين عليه وكده يستعين بيا أنا إن أنا بحب المطبخ وبعمل حلويات ومشهورة عندنا في يعني العرب كان زمان لا في نت ولا في حاجات من دي لكن أنا عندي خلفية على كل الحاجات دي فكان يستدعيني إن أنا أقوم بالحاجات دي فيوم حرقت صينية لحمة كبيرة نسيت مشغولة في حاجات تانية فرحت مخبيها تحت الطربية <applause> ما رضيتش أقول لي عليها وراح زوجي يعني بسرعه راح جاب مكانها وقال حطي عشان ما حدش يكتشف الموضوع دي بتبقى آه. تبقى كارثه فده كان موقف في ناس قاعده بره ومستنيه الاكل وانت لايصه أيوة. بقى بتطفي آه هنا وتقلبي آه هنا آه. و... فتحرقت مني فعلا يا خرابي طيب انا شايفه هنا موديلات قهوه احكي لي بقى الطقوس اه دي قهوه آه قهوه يعني خضره اه حلوه هي اللي عايز يعمل رجيم فاتح للشهيه في نفس الوقت مهضم تخليك تهضمي م. وبدون سكر نستبدل طيب. التمر انا بدل السكر امم آه دي حاجه وانا بصبي لك ممكن يعني ادي لك قهوه بعد الاكل مفيده جدا اوكي انت لسه هتاكلي ولا خلاص لا عشان آآ 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 طيب. استطعم القهوه اتفضلي ده كرم الضيافه عندنا اه لو آه روحت لاي حد من البدو ما قدمش لك القهوه بالتمر يعتبر كده ما قدركيش دي اهم حاجه م. لو فضلت صبيت لك قهوه وفضل الفنجال زي كده وبنت عايزه ثاني لو عملتيه كده يعني القهوه لها لغه عندنا كده كده انت خلاص مش عايزه مش عايزه اه بره آه. في عند البلاد اللي حوالينا بتهز الفنجال كده يعني خلاص اه اه واحنا عندنا تكفي الفنجال خلاص انت وهم زمان مثلا العرب بيقول لك اول فنجال <applause> كيف والثاني كلي معاه تمر لانها معلاش السكر والثاني قطع السيف يعني خلاص هو فنجان واحد بس هي مش وحشه من غير اه هي حلوه برضه. اه, آه ومغذيه على فكره تخليك تهضم امم فالطقوس بتاعتنا لطيفه اه التمر ده احنا يعني تقولي تمر سعودي بس هو اساسا من عندنا لان احنا جبنا البلح النخل يعني وزرعناه عندنا في سيناء آه لذلك آه يعني التربه عندنا جيده جدا جدا اي حاجه بتطلع فيها آه فالتمر ده من البلح بتاع سينا برحي طيب دي قهوه خضره اه ايه بقى بعدين لا ما هو اللي دي كلها كله قهوه اه هي بالهيل والمستكه اللي طيب. هو حبها. هل في علاقه بين برضه القهوه والطقوس زي العزاء او الفرح او اللي العادي بعد الاكل اللي لازم قهوه في كل لا الاحوال لا 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 احنا عادي ملهاش لهاش طقوس عامه الا في المياتم القهوه السمره بدون سكر اللي هي القهوه العربي أوه. العاديه دي بقى لل المزاج اه اللي هي دي دلوقتي يعني حرام عليكي تاني ما تعملي مطعم والله انا عشان الشغل بتاعي وشغل التطريز واخد وقت كله ولكن لو حد قال لي عايز يعني اخواتي عايزين عزوم عندهم عزومه عندهم عزيمه كبيره بيستعينوا بي بعمل لهم و... ايوه ما انا عارفه دلوقتي. انت آه. كده بتعملي كيترنج من البيت يعني اه بس طب ما هو الاكل ده برضو السواح والناس محتاجه آه. لا يعني انا أكل... انا ما... ما, ما كانش عندي فكره ان الاكل العرايش حلو كده لا 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 عندنا اكلات جميله جدا أوه. عندنا اكلات كتيره وجميله حلو جدا قوي اه ويتاكل ويتعمل عزايم وكله عزائم. يعني اه اه في المناسبات يعني في افراح في انا قمت بعزومه مش هقول لك يمكن اكتر من 200 واحد اه وانا اللي قمت بيها كلها كان بس حوالي يعني ايه يغلفوا إيه مثلا الشهر آه آه, آه, اه اه بس انا الاساس في الشهر آه 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 في رمضان برضو كان العزومه انا اللي اقوم بها كلها من حلويات من والحلو بتعملي ايه بعمل كنافه بعمل بسبوسه بعمل قطايف كيك اي حاجه تتخيليها اعملها بلح الشام آه اي حاجه الله يبارك لك يا رب ما انا مبسوطه قوي اني قابلتك يعني ست جميله وعلى يعني فكره ستات حلوين قوي في العريض ده ايه ده ايه يا جماعه يخل... ده من زوجك والله والله يخليك العظيم يا رب والله من زوجك والاكل لطيف جدا يا جماعه بجد يعني انا فعلا انا عيانه اه بس لا انا ابتديت اخف والله على الاكل بالهنا هنا والشفا يجعلوا صحتين وعافيه على قلبك يا رب ربنا يخليكي ويسعدك رب. ويفتح عليكي ويكتب لك كل الخير اللهم امين نورتيني يا حلوه وانتي اللي صرفتينا ونورتينا واحنا سعداء ان احنا شفناك انا بقول لك من زمان عارفت. نفسي اه والله نفسي فسبحان الله لما تاحت الفرصة ما تأخرتش رغم الظروف اللي أنا فيها الحمد لله حمد الحمد لله رب ربنا يكتب لنا الخير دايما يا رب اللهم آمين زيك الله يبارك فيك استاذ عبد المنعم الله يبارك فيك ابو جنه انت عندك جنه بس؟ ان شاء الله ربنا يحميها لك ويخليها لك الله يبارك فيك يا رب, رب. عشان كده سميت محلك جنه اه الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب الله فيك يا رب احكي لي بقى حكايتك انا حاليا عندي 26 سنه اه شغال الحمد لله في المجال بقالي 12 سنه يعني من وانا عندي 14 سنه وانا شغال في الشغلانه دي اه طلعت من وانا في الاعدادي على صارو كريش الميعاد على طول اه خالي هناك بدات معاه من تحت والحمد أوه. لله من فضل الله عليه هو دلوقتي في حته ثانيه خالص أوه. وعلمني الصنعه على اصولها على الصح أوه. وربنا اكرمني من اربع سنين وقدرت ان انا افتح في الضاحيه في العريش أوه. الحمد لله من فضل أيوة، الله ايوه مشيت ازاي من القاهره يعني ايه القرار بتاع العريش ده؟ القرار انا اتجوزت في, في 20 وقعدت في القاهره جنب شغلي من العريش أوه. الكورونا جت زعلت الكل اه وكان انا لسه العضمه ضعيفه برضو أوه. فما استحملتش الموجه. امم اخذت قرار ان انا اروح اقعد جنب اهلي هناك مم. اللي بياكلوا منه حاكل منه واللي عيشتهم هعيش معاهم. امم آه رحت هناك قعدت جت معايا فكره المحل دي في ضحكه ولعبه. والله اخذت ترابيزه المطبخ بالاربع كراسي امم بمواعين العروسه. والله اه بمواعين العروسه. اه ورحت نازل وقلت يا رب عملت شوايه عموله ب 2000 جنيه. آه. قلت يا رب طبعت كام ورقه ب 50 جنيه ورحت فاتح كان في جيبي كام؟ اه 3000 ونص اه وقلت يا رب يا رب طبعا كنت مثلا ما انا بقيت برمي ورق اه في الشارع عند شرطه وطلبه مم. واهالي وده 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 بقى التليفون يجي لي بسيب المحل مم. واروح اودي الطلب مم. وارجع تاني المحل اللي كنت شغال لوحدي سايبه واحد. خالص يا عيني كنت شغال لوحدي آه. والله اه الحمد لله من فضل الله انا معايا دلوقتي اربعه الله اكبر أه. وانا الخامس مم. بقالنا اربع سنين في استمراريه وفي الاحسن الحمد لله من فضل الله العزايم كلها ما شاء الله عندي الحمد لله من فضل الله اللهم لك الحمد طبعا والحمد لله وبشكر ربنا عليها ان انا اتعلمت صح أوه. عند خالي أوه. أوه. انا النهارده بعيد عن ان هو خالي مم. بشوفه امم طبعا بعيد عن ان هو خالي مم. عشان اعلمني شغل انا أكون منها له متعيش طب ايه موضوع الحنه الحنه ديت بيبقى فيه قبل الحنه بيبقى فيه سمسميه ايه السمسميه السمسميه دي بيبقى يعني سهره شباب اه بنرقص مع بعض على السمسميه مم. وبيجي بقى اخر الليل بيبقى فيه يا اما شوي يا اما مندي يا اما لصيمه اه كا... اوكي جايبين بقى الحطب اللصيمه دي على البحر بقى ولا لا لا في ف... الحين في, في السمسميه نفسها. في السمسميه اصل شفتها قبل كده على البحر عندي لا لا خبره عندي هو خبره في, في, في ما هو في على البحر وفي لا وقت السمسميه بيعملوها في السمسميه ايوه دي اللصيمه يوم السمسميه الرسمي يعني امم يوم الفرح بيبقى فيه غدا مم. العصر ويوم فيه صباحيه الصبحيه بقى بتبقى صواني آه فته آه حاجه ما شاء الله دي مم. بيبقى مثلا آه ايوه دلوقتي في عريس بيتجوز تمام. بيجي يقول لك تعالى في السمسميه تمام. افرش مم. تعالى في الحنه هو العريس بيعمل ايه في الحنه مش رقص خلاص آه آه في السمسميه آه 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 آه. ها يقعد بقى يأكل, ياكل الناس بس اه طيب يقعد أوكي. يشرف عليهم كده ويخدمهم اه بنروح احنا جامعين الحطب في اوقات بنعمل عندنا واكتريه الوقت بنعمل بره في في السمسميه اه بنروح هناك واخدين الحطب بتاعنا معانا ونولع ونروح رامين البتنجان في في النار قبل ما يستوي م. يكون عجننا نروح رامين بعد ما البتنجان يستوي بنجيب النار على جنب نروح رامين العجينه ونروح عاملين عليها الجمر تاني م. تاخد وش اللي تحت بيستوي نروح شايلين النار ونروح قلبينها مم. عملنا النار عليها تاني نظبط الدنيا نروح مطلعينها ومنفضها ومنف... منف... تمام ونروح لمين النار وحطينا عليها الشاي اه نقعد بقى ايه الحلاوه هنا بقى اللي شغال واللي مش شغال بيجي هنا يقطع القرص اه بيجي يقطعوا معانا بالسله فهي حلاوتها في لمتها يعني أوه. السمسميه او اللصيمه او الحاجات اللي زي كده حلاوتها في لمتها بتبقى مم. فيها فرحه بعيده عن الشغل مم. بيبقى مم. فيها فرحه مبهجه جدا مم. وبتروح الصباحيه آه، تفطرهم ايه لا دي بيبقى دبايح دبايح اه اه يا اما إم ماعز يا اما إم ضاني وفي بيتبع عجالي بس أكثرية الشغل ماعز وضاني مم. ده بيبقى بيبقى سل في مندي وفي سل اه بس الفته بيبقى سهل المندي ممكن يتحط الخروف زي ما هو يتبل تتبيلته الحلوه ويروح نازل في البراميل آه بيطلع ما شاء الله تسلتي منها حته اللحمه سلت كده أوه. أوه. المندي ما شاء الله مم. في حد تاني بيبقى سلق بنجيب الازانات الكبيره على الحطب برضه آه نولع الحطب ونحط الشعله فوق منه اللي هو زي حاجه يسند عليها الاذان يتسلق ونعمل عليها الفته، الفته بتبقى عباره عن عش عرايشي اللي هو الفطاير اه ويبقى متقطع تحتيها كده يعني بتتفرد فطيره تحت أوه. وبتتقطع فطاير حتت حتت كده فوق أوه. وبعدها الرز واللحمة ايوه بترشه ايه تاني؟ لا العيش هي, هي بتاخد سنس شوربة لا أنا لا, أنا... لا في حاجة تانية بتترش اللي ك... هي كمكسرات كسكسي ولا كايه هو بيبقى عيش متحمص اه عش آه متح... متحمص طيب ماشي آه استنى بقى دلوقتي انت ايه العرايشي في الاكل ده لانه هو شبه المصري ما دام مشويات تمام يعني يا سوري مش المصري القاهري يعني تمام ايه الفرق؟ هو الميزه في اللحمه اه هي اللحمه هنا زي هناك بس هناك مراعي اه هناك حاجه بتطلع كده يعني الصحر بتطلع مثلا زي الخوخ زي آه البلح آه. آه زي الكلمنتينا آه. حاجه نباتيه كده ربانيه على المطر في فالل... ال... ال... الراعي اللي بيرعى على على بيمشي في الصحراء بياكل من الخير ده مم. فبتطلع الحته ما شاء الله مم. ما شاء الله ما شاء الله دي ايه ده طرب طيب معلش <applause> طيب ده طرب ما فيهوش اختلاف ده تمام بس الـ 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 هو الطرب هيقول لي التتبيله طبعا وليد. هي سر المهنة طيب. عند اي حد يعني بيبقى التاتش بتاعه ايوه يا عم عارفة وما بتقولوش وما بتخافوا تتسرقوا طيب وادي كفتة عادية كفت. بقى أوه. اظن صح بس ضاني دي ضاني؟ اه حلوة 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 لا لا, لا جربيها مش بقدر على بصراحة لازم اقول الصراحة مم. ده ايه الرقاق ده حواوشي ده حواوشي بالعيش بتاعكم انتوا بتعملوا بيه كل حاجة مم. بس ده عيش بردّة يعني بردّة؟ آه. اه بس ردّة اللي هي السمرة بتاعة الفطير بتاعك آه. اه يعني ايه مش هو العيش زي البلدي بتاعنا اه امال آه آه. ايه انت بتخوفني ليه <applause> اه ده <دا> عيش عادي <applause> حلو قوي في اجمل من العيش ده في الدنيا تقول ايه أو وعامل طحينه وعامل بابا غنوج وبتنجان وسلطه ده ايه كبده؟ لا دي كبده كويس نوريش وموزه شيش طاووق ده ايه؟ آه كباب اه انت انا حاسه انك انت يعني اكتر حاجه شاكر ربنا عليها نقلتك للعريش نفسها طبعا يعني طبعًا. حاسس ان العريش طبعا مكان بديع وكده بحس من كلامك اكيد هو انا انا مولود في العريش مم. وحياتي كلها هناك وقعدت فترات وكنت لما كنت بروح القاهره برجع اجازات يعني هناك مم. كل خمسين مم. يوم اقعد اسبوع كده فحياتي كلها هناك نفسها حلو عيشتها حلوه في المتوسط اي حد ممكن يعيش هناك أوه. يعني الطبقه اللي تحت والمتوسطه واللي فوق أوه. تعرف تعيش هناك وتعيش باريحيه انا هنا كنت لما كنت قاعد هنا كنت عايش تاتا تاتا أوه بجيب بالحاجه والحاجه اه هناك يعني بجيب بالرطل والرطل مم. متونس ما مفيش هاكل ولو مفيش برضه هاكل يعني انت بتغدي وتعشي في المطعم اه اه الحمد لله من فضل الله مم. من 9 الصبح ل 2 بالليل شغالات 2 آه. سهر تجيه العريشيه آه يعني بس الجو بيبقى على البحر افضل اه الجو بيبقى على البحر افضل بكتير يعني مم. مم. يعني ممكن نتعشى ونطلع على البحر مفيش مشاكل الله آه. النبي الواحد انت شوقتني قوي والله تنور مش الدنيا معقول وجنة هتبقى في استقبالي اكيد طيب. اكيد خلاص أه انا هاجي اشوف جنة. جدا ان شاء الله الله يبارك في عمرك يا رب نورتني والله الله يبارك لك يا رب دنيا عايش أروبة أربانة دنيا دي يا خرابي عليكي بص السفرة وبعدين مش جايبة عيش بص بقى اللقم والخبز بقى عشان آكل حاف بصوا الحركات وبعدين لابسة عباية عيني هتطلع عليها صدقوا إن دي أم الأربع أولاد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله برافو جميلة إيه بقى الأربانة اللي أنت فيها دي؟ فهميني عشان انا يعني ام الجهل في السمك ايوه اوكي لان الاصناف بتتكلم عن نفسها والسفره شهيه لوحدها فاهمه ايوه قليل ده ايه منقار ده منقار ايوه ما جايب منين البحيره مح... اه بالبحيره اه طيب ايوه كده فهميني الفرق ايوه البارد. لا بحيره البردويل طيب قليل ده دي طاجن آه. جمبري اوكي جمبري عادي بلدي ولا ك... مش كده ايوه, أيوة. كله بلدي ايوه أوه. ها توبار؟ أه، ها أه، سنجاري أيوه ده بإيه؟ بالكمون بإيه؟ ده؟ بصل وفلفل رومي وبهارات بس أمال أم ماله يا أختي بيلمع وحلو كده؟ حلو قوي طيب أه، سنجاري؟ آه ده ب... بس أنتِ محيقاش أكتر أو عاملة إيه؟ ده في إيه؟ التتبيله بتاعته يعني اقول آه. آه, آه, تمام بحط كمون وثوم وخل اول حاجه تحت مم. وبعد كده بعمل التحبيشه بتاعته اللي هو ايه طماطم بقى و... وبصل وفلفل الوان وبهارات كده وبحطه في الوش في الفرن والله تشكر قالت لنا <applause> السر اللي احنا طبعا نسينا حاجة طيب ده آه, انهي برضه دول اللي جنب الجمبري البانيه اهم دول اه دينيس يا لهوي يا ايه طب ودول لا ما كذا نوع بقى ده إيه؟ دينيس برضه مقلي مين بردويل ومين بحر؟ لا ده بس كل... اللي بردويل لا كلهم بحارة بردويل طيب والله اه طيب صيادية سمك ايه؟ بوري بوري مم. اخ منك لله دول <applause> أنتِ حكايتك إيه؟ احكيها لي بقى. حكاية اللي أصل لأ... التخصص يعني مش أي كلام. التخصص لا أنا حكاية اللي أنا اتجوزت من اتجوزت ابن خالته من عيلك يعني أبو سلمة معروفة في العريش. م. كلها صيادين. اه. حبة حبة اتعلمت بقى منه وبقيت معاه في المطعم. هو أصلاً هو اللي فتح المطعم. اه اه. وأنتِ اتجوزتيه فاتح المطعم. كان المطار. محل أيوه مطعم. تمام. و... وبيجيب وبيبيع يعني من بحرة البر الطويل. اه. طيب والولاد جم ما شاء الله تبارك الله وأنتوا شغالين. ايوه. ما ازاي كده يا دنيا؟ السؤال <applause> ده بينقح عليا بقى له ساعه. رفيعه كده ازاي؟ يلا مش مهم. الحمد لله. الحمد لله. دورك ايه في المطعم؟ بساعده في كل حاجه. والله؟ كل حاجه. لا بس واضح ان انت تخصص يعني ده تخصص. هو علمني حبه حبه بقى. اه علمني حبه حبه لما بقيت اشطر منه. <applause> ايوه يعني الاكل السمك في المحل او في المطعم بيع اكتر من الاصناف الثانيه ولا المطعم سمك بس المطعم آه بيبيع سمك اصلا طازه من البحيره للمحل على طول آه بياخدوه في بقى بي عايزين بقى مشوي سنجاري على طول هو طازه بنعمله اه لكن ما بي... ما بتطبخوش في المطعم اصناف تانية؟ لا كل حاجه كل حاجه, كل حاجة. كل حاجة في يبقى اي أنت وقت تخصص سمك ايوه في اي بالليل بقى الصبح الفجر كله موجود أوه. و.. و.. واكبر عدد ممكن تاكليه انت لوحدك كام نفر عادي 10 ممكن في في الـ في, الـ في الطبخه اه آه عادي طيب بتغدوا وتعشوا طبعا اللى إيه عايز المطعم. يعني اه بصوا احنا لازم نروح سينا مع بعضينا كلنا لانه كل حته في سينا ليها طعم وريحه و.. وشمخه وتراث و.. وحكايه كبيره فانا يعني عيب قوي واحده في سني كده اللي هو 30 سنه آه، تكون لسه بتتعرف على اكل العريش عيب والله دي قله ادب مني ف... فلازم نلف سينا دي مع بعضينا بقى حاجه حاجه شامل. انا دلوقتي فعلا والله العظيم يا دنيا بتكلموني كلكم عن العريش انا فاكره ان انا رحتها زمان كانت لسه بكر خالص يعني ما كانتش تعمرت أوي آه. كده لا اتغيرت اكيد بقت حاجه تحفه يعني م. طيب عايزه ايه ناكل ان شاء الله <applause> يلا حسبي الله ونعم الوكيل عايزة ابتدي بإيه؟ بما إنك مش جاي بعيش مش هنغمس أجرب ده؟ ماشي يعني منقار اه استنى عشان ما نبوظش السمكه لان ايه اهي متقطعه جاهزه لان امم قاعده واثقه قوي فضيع ده منقار مقلي ايوه بتوم وشطه وفلفل انت حاطه معاه ايه ده تفاح اه تزيين يا سلام اه والله ليه الشكل بقى حلو بالتوم <applause> <نلعز> احنا عايزين حلو <قل. تصفيق> تجربي طيب. الطاجن بقى اه خد مش دونيا دونيا بس شكرا دونيا شكرا دونيا شكرا دونيا شكرا دونيا عامل زي ما يكون تطرح حلقات اطفال شكرا دونيا طيب ماشي الله لا لا ده مم. الله لا ده بجد عامل زي لما بيطلعوا لنا فيديوهات الاكل في, في التيك توك وبتبقي عارفه انه الجمبري والحاجات دي طعمها كده بجد حلو قوي كده بجد طب هل جوزك بيروح يصطاد في مركب بقى ويقعد شويه وكده ايوه ايوه قد ايه بقى؟ هو يعني الـ ممكن الطلعة يقعد فيها قد ايه؟, إيه؟, هو بصي الأول كان بيروح بالأسبوع آه بس هو عشان مدرس دلوقتي بيجي السمك بيجي لغاية المحل آه أوكي لكن أطول رحلة مثلا كان يطلعها لا البحيرة أصلا أربعة أيام ثلاثة أيام يعني الله طب أنتوا بتاكلوا إيه في البيت بقى دول؟ سمك بس؟ ها <applause> 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 <تصفيق> <تصفيق> عايزة ايه تاني؟ فاضية دي؟ اه شربة <applause> يا رب والنبي طب ما تاكلي معايا حاجة وانت ماسكة على قوامك كده هتروح يا عيني البنت هتروح محسودة مني بعد الشر يا رب ربنا يخزعيني اهو كويس كده عشان ما أيوة. تزعليش. ما... لا ش... اشربي الشوربه كمان. اشربي الشوربه. ها. روحوا لها العريش. مش هتكسروا حاجه بقى. مش هتكسبوا كتير. لا لا جامده. طيب. قاعدة بصلي عشان <applause> <شمتنى> فيا <applause> يا جماعة أنا سعيدة جدا مش قادرة أكمل بصراحة بأن الأكلة دي عايزة يعني عايزة قاعدة تفرغ انت هايلة ربنا يخليك الأكل تحفة اشكرك جدا انك سافرتي كل السفرات دي وجبتي كل الاكل ده معاكي كتر الف خيرك في 150 نفر هيدعوا لكم كلكم اللي شرفتونا النهارده ربنا يسعدكم ونورتيني نورك وارجع اقول لكم تاني احنا هنعمل رحلات اما هم يعني نستضيفهم عندنا ويشرفونا وينورونا ويجيبوا لنا خير ربنا اللي موجود عندهم ومناطق تميزهم وتراثهم وثقافتهم وكل حاجة بلد بلد في سيناء لأن يعني بلدنا ومحتاجين قوي ندخل في بعض جدا ونقرب من بعض قوي وما نستغربش حاجة فأنا النهاردة يعني إيه متضايقة أني مستغربة حاجة ليه؟ لأن أنا كان المفروض أكون في العريش بقالي أروح واجي وأروح في سيناء في كل حتة واجي وهكذا فعهد علينا الفترة اللي جاية إن إحنا هنخصص حلقات كتير نتعرف فيها على كل نقطه ابداع وعظمه وتراث في سيناء اشكركم اصبحوا على فل